هاي. توصل علماء من جامعة أوكسفورد إنه زيادة الدهون حول البطن أكثر خطورة على الصحة مقارنة بمقاييس السمنة الثانية مثل مؤشر كتلة الجسم BMI يلي بيقيس كتلة الشخص وطوله. تبين بالدراسة يلي حللت البيانات الصحية لبالغين بين الأربعين والسبعين، استمرت لـ13 سنة، إنه خطر الإصابة بالنوبات والسكتات القلبية زاد بنسبة 4% لكل سنتيمتر بمحيط الخصر. أظهرت كمان إنه كل 2.5 سنتيمتر إضافية على محيط الخصر بتزيد من خطر الإصابة بقصور القلب بنسبة 11%. بيّن إنه يلي عندهم أكبر محيط خصر كانوا أكثر عرضة بثلاث مرات للإصابة بفشل القلب، بينما كل زيادة بمقدار واحد بمؤشر كتلة الجسم بتزيد من فرص الإصابة بقصور القلب بنسبة 9%. مين قال إنه من الناحية المثالية لازم يكون محيط الخصر عند الشخص البالغ أقل من نص طوله؟ أنا قال شوفكم بكره.